يبقى إن شاء الله النهاردة هنبدأ في المحاضرة السابعة، هنتكلم فيها عن نظرية الحق. نظرية الحق هنتكلم فيها عن إيه؟ أول حاجة هنعرف إيه هو الحق. بعد ما نعرف الحق هنحدد إيه هي أنواع الحقوق. بنعرف الحق وبعدين نحدد أنواع الحقوق، وبعد كده نقول مين هو صاحب الحق، وفي النهاية نحدد إيه هو محل الحق. يبقى نظرية الحق هي بتنقسم إلى 3 موضوعات مهمين. الموضوع الأولاني بنحدد فيه تعريف الحق ونحدد أنواع الحقوق. الموضوع الثاني بنحدد فيه مين هو صاحب الحق. الموضوع الثالث والأخير بنتكلم فيه عن محل الحق. طيب بالنسبة لتعريف الحق، تقول لي تعريف الحق هو استئصال أو انفراد شخص بميزة أو سلطة. الحق هو استئصار أو انفراد شخص بميزة أو سلطة، يعني واحد بيستأثر، واحد بيستحوذ، واحد بينفرد بميزة أو سلطة. الميزة أو السلطة دي بينظمها القانون وبيحميه. الميزة أو السلطة دي بينظمها القانون أو بيحميه. يبقى الحق هو استئصار أو انفراد شخص بميزة أو سلطة. الميزة أو السلطة دي بينظمها القانون وبيحميها القانون. طيب الأصل إن صاحب الحق واحد، لذلك قلنا الحق بيتسم بالفردية، بس ده ما يمنعش إن ممكن يكون في أكتر من شخص بيتملك نفس الشيء أو نفس الحق. زي مين؟ زي الملكية الشيعة. في الملكية الشيعة لما أب مثلا يتوفى وبيترك تركة، فكل الورثة بيملكوا التركة دي على الشيوع. يعني إيه؟ إن في أكتر من واحد بيتملك نفس الشيء. قال لك الملكية الشيعة دي ملكية مؤقتة. يعني إيه ملكية مؤقتة؟ يعني أنا عاجلا أم آجلا لازم الشركة دول يتقسموا، وكل واحد يتحدد له بالظبط إيه اللي بيملكه على وجه الانفراد، على وجه الاستئصار. لأن الأصل إن الحق إيه؟ هو إن شخص بيستأثر بميزة أو سلطة. كده عرفنا الحق. عايزين نحدد ايه العلاقة بين القانون والحق. قلنا في علاقة وثيقة بين القانون والحق، فالقانون هو الذي ينظم الحق ويحميه، ما في صلة وثيقة بين القانون والحق. عشان كده بنقول لك ان القانون حقيقة أزلية. ليه؟ لأن الحق حقيقة أزلية. طالما الحق حقيقة أزلية والقانون جاي ينظم الحق، يبقى القانون أيضا حقيقة أزلية. طيب برضو نيجي نتكلم في جزئية، ايه العلاقة بين القانون والحق؟ قلنا في صلة وثيقة بين القانون والحق، في صلة وثيقة بين القانون والحق. طيب بس في مشكلة، ان في اختلافين بين القانون والحق. الاختلاف الاول ان القانون بينظم العلاقات لكن الحق بيمنح سلطات. الاختلاف الثاني ان القانون بيتسم بالعمومية لكن الحق بيتسم حسب الاصل بالفردية. طيب عايزين نعرف ايه انواع الحقوق. قالك احنا عندنا نوعين من الحقوق. الحقوق قد تكون حقوق سياسية وقد تكون حقوق مدنية. يبقى احنا عندنا نوعين من الحقوق، حقوق سياسية وحقوق مدنية. طب الحقوق المدنية بنقسمها برضو النوعين، حقوق عامة وحقوق خاصة. طب الحقوق الخاصة بنقسمها النوعين، حقوق عائلية وحقوق مالية. الحقوق المالية بقى بنقسمها ل3 أنواع، حقوق شخصية وحقوق عينية وحقوق ذهنية أو حقوق ملكية فكرية. لذلك لما تيجي تقسم الحقوق تعمل شجرة، تقول أنواع الحقوق تنزل منها نوعين، حقوق سياسية وحقوق مدنية. تسيب السياسية تيجي على المدنية تعمل شجرة لفرعين، حقوق عامة وحقوق خاصة. تسيب العامة تيجي على الخاصة بتقسمها 3 أنواع، حقوق الخاصة حقوق نوعين، حقوق عائلية وحقوق مالية. تيجي على المالية بقى تقسمها ل3 أنواع، حقوق شخصية وحقوق عينية وحقوق ملكية فكرية. نيجي بقى في الجزئية اللي خاصة بالحقوق العامة. قال لك الحقوق العامة ممكن نقسمها لنوعين، الحق في الحفاظ على الكيان المادي للإنسان اللي هو جسم الإنسان، الحق في الحفاظ على جسم الإنسان، والحق في الحفاظ على الكيان المعنوي للإنسان، والحق في الحفاظ على الكيان المعنوي للإنسان. إيه الكيان المعنوي للإنسان؟ قلنا اللي هو إيه؟ سمعته وشرفه وصورته وحقه في الخصوصية. نبدأ نشرح أول حق من الحقوق اللي بيتمتع بها الإنسان، وهو الحق في الحقوق السياسية. وهو الحقوق السياسية يعني إيه حق سياسي؟ قال لك حق سياسي حق كل فرد في إدارة المجتمع اللي بيعيش فيه، أو حقه في المشاركة في إدارة المجتمع اللي بيعيش فيه، أو حقه في اختيار من يدير المجتمع اللي بيعيش فيه. ده اسمه الحق السياسي.
بالحق السياسي حق كل فرد في إدارة المجتمع اللي بيعيش فيه، أو حق كل فرد في اختيار من يدير المجتمع اللي بيعيش فيه، أو حق كل فرد في المشاركة في إدارة المجتمع اللي بيعيش فيه، عشان كده اسمه حق إيه؟ سياسي. طيب الحقوق السياسية مين اللي بيمارسها؟ اللي بيمارسها مواطني الدولة ولكن بشروط. يعني بمعنى إيه؟ يعني أنت مش هتمارس حقوقك السياسية في الدولة إلا لما يتوفر فيك شروط ممارسة الحق السياسي. مثلا الحق في التجنيد، قال لك ده بمارسه وانا عندي 18 سنة، يبقى اللي عنده 17 مش هيمارسه. الحق في الانتخاب، نفرض بمارسه وانا عندي 16 سنة او 18 سنة، يبقى لو ما وصلتش للسن ده مش همارسه. طيب ايه امثلة الحقوق السياسية؟ قال لك الحق في الترشح مثلا، والحق في الانتخاب، والحق في الاستفتاء، الحق في ان انت تكون عضو مجلس نواب، الحق في انك تكون رئيس جمهورية، دي كلها اسمها حقوق سياسية. الحق في تولي الوظائف العامة، الحق في التجنيد، دي كلها حقوق سياسية. خلي بالكم بقى ان الحقوق السياسية بيغلب عليها معنى الواجب، بيغلب عليها معنى المركز القانوني. لذلك يا بالرغم ان هي حقوق، لكن ممكن اللي ما بيأدهاش يتعرض لجزاء، زي الحق في الانتخاب. لو انت ما انتخبش القانون بيقول لك ينص عليك ان يتوقع عليك غرامه. طب لو انت ما اتجنتش لا تتحبس. ليه؟ لان دي حقوق، مش بمعنى الحقوق، دي حقوق تحمل معنى الواجب. كمان الحقوق السياسيه ممكن نطلق عليها الحقوق الدستوريه. ليه ممكن نطلق الحقوق السياسيه الحقوق الدستوريه؟ لان اغلب الحقوق السياسيه موجوده في الدستور. طيب النوع التاني من الحقوق اللي هو الحقوق المدنيه. ايه الفرق بقى بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية؟ نقول لك إذا كانت الحقوق السياسية بيمارسها مواطني الدولة، فالحقوق المدنية بيتمتع بها جميع الأفراد في الدولة، سواء كانوا مواطنين أو أجانب. ده أول فرق. يبقى إذا كانت الحقوق السياسية بيمارسها مواطني الدولة، فالحقوق المدنية بيتمتع بيها جميع الأفراد داخل الدولة، سواء كانوا مواطنين أو أجانب. بيتمتع بيها جميع الأفراد داخل الدولة سواء كانوا مواطنين أو أجانب. دي أول جزئية. طب الجزئية التانية، الحقوق السياسية هدفها تحقيق خدمة عامة وتحقيق مصلحة عامة، هي مصلحة الدولة، إدارة الدولة وتحقيق مصلحة الدولة. لكن الحقوق الفردية هدفها تحقيق مصلحة خاصة. إيه مصلحة خاصة دي؟ مصلحة الفرد صاحبها، مصلحة فردية. طب نيجي نشرح بقى إيه هي الحقوق المدنية. لكن الحقوق المدنية ممكن نقسمهم لنوعين. قال لك حقوق خاصة، حقوق عامة وحقوق خاصة. الحقوق المدنية بنقسمها لحقوق عامة وحقوق خاصة. يعني ايه حقوق عامة؟ قال لك الحقوق العامة دي اللي بيكتسبها أي فرد في الدولة، سواء كان مواطن أو أجنبي، ده اسمه حق عام بيتمتع بيه جميع الأفراد في المجتمع. ليه؟ بمجرد ما أنت بتعتبر إنسان خلاص بتتمتع بالحقوق العامة الموجودة في الدولة. طب الحقوق الخاصة؟ لا، دي بيمارسها الشخص، بيمارسها الإنسان بس بشروط معينة. نبدأ بالحقوق العامة. لكن الحقوق العامة ممكن نقسمها لنوعين. أول حاجة، النوع الأول الحق في الحفاظ على سلامة الجسد، اللي هو مبدأ معصومية الجسد، إن ممنوع أي حد يأذي أي حد في جسمه، ممنوع حد يضرب حد، ممنوع حد يقتل حد، ممنوع حد يجرح حد. ليه؟ دي عندنا الحق العام، الحق في سلامة جسدي، الحق في الحفاظ على كيان المادي، اسمها الحق في الحفاظ على الكيان المادي للإنسان. ده حق عام، بحق ده بيتمتع بيه جميع الأفراد، سواء عندك يوم، عندك سنة، عندك 100 سنة، بيتمتع بيه جميع الأفراد. ده اسمه حق عام، بيتمتع بيه الإنسان بمجرد إنه اكتسب الشخصية القانونية، بمجرد إنه إنسان بيتمتع بالحق في سلامة الجسد. ده أول حق عام. طب بناء عليه إن في الحق في سلامة الجسد ممنوع على أي شخص الغير إنه يؤذي الفرد في جسمه، وكمان ممنوع على الفرد إنه يؤذي نفسه. وبالتالي افرض واحد باع كليته، نقول لا انت ده فعل مجرم، تتعاقب، والدكتور اللي عمل ده يتعاقب. هتقول لي يا دكتور ما في قانون بينظم نقل وزراعة الأعضاء في مصر؟ نقول لك القانون ده حدد شروط معينة للتعامل في الأعضاء في مصر. قال لك انت لا يجوز لك ان انت تتعامل في نسيج من الأنسجة او خلية من الخلايا او عضو من الأعضاء الا بتوفر مجموعة من الشروط، اهمها
واحد ان التعامل ده يكون على سبيل التبرع، يعني بدون مقابل. يعني انت لو عايز تتبرع بنسيج من انسجتك او خليج من خليه من خلاياك او عضو من اعضائك، ده لازم ان يكون تبرع بدون مقابل، تصرف بدون مقابل. الشرط الثاني لازم يكون التبرع ده بين الاقارب، يعني ما ينفعش حد يتبرع لاي حد غريب عنه، لا لازم اللي هتتبرع له ده يكون قريبك. يبقى اول حاجه التبرع بدون مقابل، التصرف يكون تبرع بدون مقابل. تاني حاجة يكون التبرع ده للأقارب. تالت حاجة إن يكون في ضرورة علاجية. ضرورة إيه علاجية؟ يعني قريبي ده لو ما تبرعتلوش صحته هتبقى مهددة. رابع حاجة برضو ألا يتم الإضرار بالمتبرع، يعني اللي هيتبرع بعضو من أعضائه ده ما يترتبش على عملية التبرع إن هو يضار أو يحصل له ضرر ناتج عن هذا التبرع. آخر حاجة لازم موافقة مكتوبة وصريحة من المتبرع، وموافقة عن إيه؟ دراية وتبصير، لازم الطبيب يفهمه خطورة التبرع ده. دي في الحالة دي اللي ممكن الشخص هنا يتبرع بجزء من أجزائه أو عضو من أعضاء بعضو من أعضاء أو نسيج من أنسجته أو خلية من خلاياه. خلصنا من الجزئية دي. طب يا دكتور، هو في فرق بين الحقوق اللاصقة بالشخصية وحقوق الإنسان؟ قال لك الحقوق اللاصقة بالشخصية دي حقوق متصلة بالإنسان نفسه، سواء بكيانه المادي أو كيانه المعنوي، لكن الحقوق الإنسان دي حقوق واسعة، أوسع من الحقوق اللاصقة بالشخصية. ده بتشمل الحقوق السياسية والحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والحقوق الثقافية والحقوق الاجتماعية. موال كبير، حقوق الإنسان ده مصطلح كبير، مصطلح واسع، لذلك بيشمل بقى حقوق الإنسان، يشمل منها ما هو لاصق بالشخصية ومنها ما هو غير لاصق بالإيه؟ الشخصية. طب خلصنا من ما في فرق بين مصطلح حقوق الإنسان والحقوق اللاصقة بالشخصية. طيب ايه الحق في الحفاظ على الكيان المعنوي للانسان كحق عام؟ قال لك الحفاظ في على خصوصيه الانسان، على حرمه مسكنه، على سمعته وشرفه واعتباره، الحفاظ على صورته، دي كلها حقوق معنويه للانسان، حقوق معنويه للانسان، وبالتالي لا يجوز انتهاك حرمه المسكن بتاع الشخص الا باذن من الجهات المختصه، باذن من الجهات المختصه. ليه؟ لان الانسان له حق في الخصوصيه، حق في احترام سريه حياته الخاصه، برضه الحق في الحفاظ على السمعة والشرف والاعتبار، محدش يهين حد، محدش يسيء حد، ده حق عام. حق في الحفاظ على الكيان المعنوي للإنسان. برضه الحق في الصورة، ما ينفعش حد يصور حد بدون إذنه. ليه؟ لأن الصورة ما هي تجسيد إلا للشخص، فلازم نحافظ عليها ونحميها. يبقى كده ده الحقوق العامة الخاصة بالحفاظ على الكيان المعنوي، يبقى الحقوق العامة خاصة بالحفاظ على الكيان المادي اللي هو جسم الإنسان، وخاصة بالحفاظ على الكيان المعنوي، خاصة بالحفاظ على سمعة الشخص وشرفه واعتباره وخصوصيته. كمان في من الحقوق العامة الحفاظ على الخصوصية الرقمية، الحق في الخصوصية الرقمية. يعني ايه حق في الخصوصية الرقمية؟ يعني حق في ان تتحافظ على بياناتي ومعلوماتي واتصالاتي ومراسلاتي في الفضاء الالكتروني، في الفضاء الالكتروني. كمان حق في الحفاظ على بياناتي على أجهزتي الرقمية. كمان حق في اضمن معالجتها بطريقه ما تاذينيش او بالطريقه اللي انا ايه وافقت عليها. ده اسمه حق في الايه؟ حق عام اسمه الحق في الحفاظ على الكيان المادي للانسان والحفاظ على الكيان المعنوي للانسان. طيب في الحقوق بقى الخاصه، قال لك الحقوق الخاصه بنقسمها لنوعين. اذا كان العامه، الحقوق العامه بيتمتع بها اي انسان، فالخاصه بيتمتع بها بعض الناس بس بشروط معينه. لذلك الحقوق الخاصه نقسمهم لايه؟ قال لك الحقوق الخاصه نقسمها الى حقوق عائليه، دي بيتمتع بها الشخص باعتباره فرد في اسره، يعني زي حقوق الزوج، حقوق الزوجه، حقوق الابناء. ومنها من الحقوق العائليه ما هو مالي ومنها غير ما هو غير مالي، يعني مثلا حق الزوج في تطليق زوجته، ده حق غير مالي، حق الزوج في تأديب زوجته، حق غير مالي، حق الزوجة في الإنفاق، إن جوزها ينفق عليها، حق مالي، طب الحق في الميراث، حق مالي، بس كلها حقوق بتكتسب بمجرد انتماء الفرد لأسرة معينة. طب إيه الحقوق اللي هي المالية اللي هي النوع التاني؟ ما إحنا قلنا الحقوق الخاصة بنقسمها لحقوق عائلية أو أسرية وحقوق مالية. قال لك حقوق مالية اللي هي الحقوق اللي تقدر بالمال، الحقوق اللي بنقدرها بالمال. طب ايه الحقوق اللي احنا بنقدرها بالمال بقى؟ قال لك الحقوق اللي بنقدرها بالمال ممكن نقسمها لثلاث انواع. حقوق شخصيه، قال لك الحق الشخصي ده علاقه او رابطه بين شخصين، داين ومدين، بيلتزم بقى المدين بنيوم بعمل او يمتنع عن عمل او يقدم شيء. زي ايه؟ زي الحق بين المريض والطبيب، قال لك دي رابطه بين شخصين اللي هو المريض والطبيب، بيلتزم فيها كل شخص منهم.
انه يقوم بعمل او يمتنع عن عمل لمصلحه الايه الشخص الاخر. يعني الطبيب بيلتزم انه يكشف على المريض، يبقى التزامه بعمل، والمريض بيلتزم انه يدفع اجره الطبيب، يبقى التزام بتسليم شيء. طيب برضه العلاقة بين العامل وصاحب العمل برضه حقوق شخصية، لأن علاقة بين شخصين بيلتزم فيها العامل إن يقوم بعمل معين، طب بيلتزم فيها صاحب العمل بدفع الأجر. طالما إن الحق علاقة أو رابطة بين شخصين دائن ومدين، بيلتزم فيها المدين إن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو يسلم شيء، يبقى ده اسمه حق إيه؟ اسمه حق شخص. طب اما لو الحق علاقه بين شخص وشيء بيمكن الشخص انه يمارس السلطات على شيء زي حق الملكيه، يقول لك ده حق عيني، لان علاقه بين الشخص والشيء اللي بيملكه. طيب يعني مثلا انا ملكيتي للكتاب ده حق عيني، ليه؟ لان علاقه بيني وبين الكتاب اللي بملكه. طيب سواء الحق شخصي او الحق العيني في محله شيء مادي، في حق تاني اسمه حق ذهني. يعني زي ايه؟ حق المؤلف، حق على المؤلف بقى بتاعي ده، حق على المؤلف بتاعي ده. يبقى حق المؤلف ده نقول له ايه؟ خلي بالك ده حق ذهني، حق على كل انتاج ذهني، حق على كل ابتكار او اختراع. الحق المؤلف ده بيديك ايه بقى؟ بيديك بقى جانبين، جانب مادي ان انت تستغل المؤلف بتاعك ماليا. طب وجانب ادبي ان اسمك يذكر على المؤلف بتاعك، وان انت تعدل فيه، وان انت تسمح له للنشر او ما تسمحلوش بالنشر. دي كلها اسمه حق الادبي. دي كلها الحقوق اللي احنا قسمناها. يبقى احنا عرفنا الحق وحددنا ايه هي انواع الحقوق، عرفنا الحق وحددنا ايه هي انواع الحقوق. قلنا الكلام ده باختصار عشان الدراسة دي قاصرة على طلبة كلية التجارة. طيب نيجي بعد كده بقى في صاحب الحق. قلنا صاحب الحق قد يكون شخص طبيعي، وصاحب الحق قد يكون شخص اعتباري. مين هو الشخص الطبيعي؟ قال لك هو الانسان العادي، وبيكتسب الشخصية القانونية بمجرد ميلاده حي. يبقى عشان الانسان يكتسب الشخصية القانونية له لازم له شرطين، عشان الإنسان يكتسب الشخصية القانونية لازم له شرطين، شرط الميلاد إنه ينفصل عن جسد الأم، وشرط الميلاد حي. حي يعني إيه؟ إنه ينفصل حي، يصدر منه أي صوت أو أي صريخ أو أي علامة تبين إن هو حي. من هنا بتبدأ الشخصية القانونية، معناها إن الشخص العادي ما بيكتسبش الشخصية القانونية إلا لما يتولد حي. لو حددنا المبدئين دول معناهم من الجنين أو الحمل المستكن مش هيكتسب الشخصية القانونية، يبقى إحنا كده ده ظلمنا الجنين أو الحمل المستكن. بيقول لك عشان ما نظلمش الجنين أو الحمل المستكن هنديله شخصية قانونية ناقصة. يعني ايه شخصيه قانونيه؟ يعني مش هنمتعه الا بالحقوق اللي بينص عليها القانون. ليه؟ لانه هو حي بس لسه ما اتولدش، فنخلي له شخصيه قانونيه ايه ناقصه. يعني ايه؟ مش هيتمتع الا بالحقوق اللي نص عليها القانون. طب ايه الحقوق اللي نص عليها القانون للجنين؟ قال لك الحق في الميراث، الحق انه يورث من ابوه لو ابوه توفى وهو لسه حمل مستكن يورث، ونسيب له نصيبه انه ولد. طب حقه انه هو في النسب، الحق في الميراث، الحق التاني الحق في النسب. يعني الحق في النسب؟ حق الولد انه ينسب لابوه، يتسمى باسم ابوه. حق في الجنسيه، حق الولد انه يتجنس بجنسيه ابوه او يحمل جنسيه ابوه. حق في الوصيه، حق الولد انه يتوصى له، حد يوصي له. يعني ايه يوصي له؟ يعني مثلا الاب ممكن يوصي ابنه اللي هو الحمل المستكن ده في حدود الثلث. الحق في الاشتراك لمصلحه الجنين او التامين على حياه الاب لمصلحه الجنين، عشان الجنين لما يطلع يلاقي فلوس يقدر يامن بيها مستقبله. يبقى الجنين او الحمل المستكن بيتمتع بشخصيه قانونيه ناقصه. يعني ايه شخصيه قانونيه ناقصه؟ يعني مش هيكتسب الا الحقوق اللي نص عليها الايه؟ القانون. الصوره الثانيه بقى من صم من اصحاب الحق، قال لك صاحب الحق الشخص الاعتباري. مين هو الشخص الاعتباري؟ ده الشخص اللي القانون اعتبره شخص. طب مين هو الشخص اللي القانون اعتبره شخص؟ قال لك الشخص الاعتباري ده اي تجمع للاموال بيهدف لتحقيق غرض معين او تحقيق هدف معين، ده بنسميه بنعتبره شخص اعتباري ونحسبه شخص اعتباري. زي ايه؟ زي الشركه شخص اعتباري، زي الكليه شخص اعتباري، المصنع شخص اعتباري، الصيدليه شخص اعتباري. ليه؟ طالما اي تجمع من الاموال بيهدف لتحقيق غرض معين بنطلق عليه شخص اعتباري ونحسبه الشخصيه القانونيه. ليه؟ عشان نحدد له ايه حقوقه وايه التزاماته، عشان نحدد المتعاملين معاه ايه حقوقهم وايه التزاماتهم. طب خلصنا من الجزئيه دي. نيجي بقى كده عندنا انواع الشخصيه او اصحاب الحقوق، قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شخص اعتباري. نقول لك الشخصيه بتبدا بالميلاد حي وبتنتهي بالوفاه. احنا عندنا بقى نوعين من الوفاه، الوفاه ممكن تكون وفاه طبيعيه ودي بنطلع بيها شهاده وفاه وبتنتهي بيها حياه الايه؟
الانسان، وبعد ما بتنتهي حياه الانسان بيطلعوا له شهاده وفاه، يعملوا له اعلان وراثه، وتتوزع التركه ده بالنسبه لامواله، والزوجه بتعتد عده الوفاه اللي هو 4 شهور و10 ايام وممكن تتجوز بعد كده. يبقى خلصنا بالنسبه لتاني. في نوع تاني من الوفاه اللي هي وفاه المفقود، اسمها الوفاه الحكميه. مين هو المفقود؟ قال لك المفقود ده شخص تغيب عن موطنه لمدة طويلة ما تقلش عن 4 سنين ولا يعلم حياته من مماته. وده الفرق بين المفقود والغايب. ليه؟ لأن الغايب هو شخص تغيب عن موطنه لمدة ما تقلش عن سنة، ولكن تعلم حياته، تعلم حياة الغايب، بس مش عارفين مكانه. طيب كده خلصنا من الاتنين دول، الفرق بين المفقود والغايب، وعرفنا مين هو المفقود. نيجي نقول ايه احكام المفقود. قال لك المفقود ده بقى احنا عندنا مشكلتين فيه. قال لك اول حاجة ان انت يا اي صاحب مصلحة تغيب له حد لمدة طويلة ما تقلش عن 4 سنين، بيروح للقاضي في محكمة الاحوال الشخصية في موطن المفقود ويقول له يا سيادة القاضي اصدر لنا حكم باعتبار الشخص ده مفقود. القاضي بيبص بقى، بينظر هو توفى في ظروف يغلب عليها الهلاك، يعني حرب، ثورة، كورونا، اي حاجة من دي، ولا توفى في ظروف لا يغلب عليها الهلاك. لو توفى، لو فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك، بنعتبر الشخص مفقود بعد مرور 4 سنين، والقاضي بيدرس الظروف الواقعة كويس جدا، وبعد 4 سنين يصدر حكم باعتبار الشخص مفقود. والحكم باعتبار الشخص مفقود الصادر من محكمة الأحوال الشخصية ده بيعامل معاملة شهادة الوفاة، بمعنى بيترتب عليه إن الزوجة ممكن تعتد عدة الوفاة وتتجوز، وإنه أمواله بيتم توارثه. طيب بالنسبة بقى لمين؟ بالنسبة للشخص اللي توفى الفقد أو تغيب في ظروف لا يغلب عليها الهلاك، نقول له يا قاضي إذا كان القانون ادى للقاضي الحق ان يحكم باعتبار الشخص اللي تغيب في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد 4 سنين، يبقى هنا وما حددش في ايه المده اللي ممكن نحكم عليها باعتبار ان الشخص اللي فقد في ظروف لا يغلب عليها الهلاك قد ايه، فنقول له لازم تبقى مده اكتر من ال4 سنين بقى، مدة أكتر من 4 سنين. إذا كان اللي تغيب في مدة، تغيب في ظروف يغلب عليها الهلاك، راح في بلد فيها حرب، فيها ثورة، فيها بركان، فيها أي حاجة، قلنا له ما تحكمش يقعد إلا بعد 4 سنين، يبقى اللي التي لا يغلب عليها الهلاك لازم يحكم بعد مدة أكبر. طب خلصنا من دي. طب نيجي بعد كده بقى، ده اللي بينظم ده كان قانون سنة 1929. جينا حصلت المحاصرة، العبار سالم اكسبريس ده وقعت، ناس غرقت كتيرة ومش لاقيين جثثهم. يبقى اللي غرقوا ولقينا جثتهم، اللي غرقوا ولقينا جثتهم عادي خالص، بنطلع لهم شهادة وفاة، لأن دي بتبقى وفاة طبيعية، وفاة حقيقية، وبيحصل إيه؟ إعلان وراثة وبيورثوا، مفيش مشكلة دي. طب اللي احنا مش لاقيين جثتهم، قال لك ده ممكن هنعتبرهم مفقود، بس هل هنستنى بقى 4 سنين لان دي ظروف يغلب عليها الهلاك؟ هنا اتحصل الاستثناء الاول، وده كان في عام 2006. قال لك لو كان المفقود على ظهر السفينه وغرقت، او على ظهر طياره وسقطت، لا يصدر قرار من مجلس الوزراء، مش من رئيس مجلس الوزراء، يصدر قرار من مجلس الوزراء باعتبار الشخص ده مفقود بعد مرور 15 يوم. ده التعديل تم فين؟ في 2006، لو كان على ظهر سفينة وغرقت أو طيارة وسقطت. جينا في 2017 بعد العمليات الحربية دي، لقينا في مجندين وضباط في الجيش وفي الشرطة بيغيبوا، بيتفقدوا من عمليات حربية. قال لك هنعدل القانون تاني في 2017، نقول لك لو كان اللي غاب ده من أفراد الجيش أو من أفراد الشرطة، من أفراد الجيش أو من أفراد الشرطة، سواء كان عقيد، غفير، أي حاجة بقى، أيا كانت رتبته، أو مجند أو غير مجند، وكان في عملية حربية، وكان في عملية إيه؟ حربية. قال لك لا، ده نحكم باعتبار، نصدر قرار باعتباره مفقود بعد مرور سنة، بعد مرور إيه؟ سنة. وهنعدل بقى مدة السفينة وغرقت والطيارة وسقطت المفقود فيها، بدل 15 يوم هيبقى بعد كام؟ 30 يوم، بعد 30 يوم. طيب مين اللي بيصدر قرار باعتبار ان الشخص مفقود بالنسبه للمجند او اللي كان في الجيش او الشرطه في عمليات حربيه؟ قال لك لو المجند او المفقود اللي في الجيش عقيد بقى او ايا كان رتبته، من الجيش اللي بيصدر قرار باعتبار مفقود وزير الدفاع. طب لو من الشرطه اللي بيصدر قرار باعتباره مفقود وزير الداخليه.
خلصنا من دي. طيب بكده عرفنا الجهات اللي بتصدر قرارات باعتبار شخص مفقود، اما مجلس الوزراء، اما وزير الدفاع، اما وزير الداخليه. والجهات اللي بتصدر حكم اللي هي ايه؟ محكمه الاحوال الشخصيه اللي فيها موطن المفقود. خلاص كده اصدرنا الحكم واصدرنا القرار، يبقى خلاص ايه اثر صدور قرار باعتبار شخص مفقود؟ بنعتبره انه ميت، بناخد الحكم ده او القرار ده ونعمل اعلان وراثه ولورثه. بالنسبه لمراته تعتد عده الوفاه، وبعد كده تتجوز لو حبت ايه تتجوز. طب نفرض بقى، لان الوفاه بتاع المفقود وفاه حكميه مش وفاه حقيقيه، يعني ايه؟ ما خدناش جثه، ما شفناش جثه، يعني ممكن المفقود يظهر لنا تاني. ايه اثر الحكم بقى بعوده المفقود؟ قال لك بالنسبه لامواله ما فيش مشكله، اللي ما اتصرفش منها ما لم يستهلك من اموال المفقود يرد له، يتاخد من الورثه ويرد له، ده بالنسبه لامواله. طب بالنسبة لزوجته، قال لك زوجته في قدامنا بقى أربع حالات لزوجته. في قدامنا أربع حالات لزوجته، إيه الحالة الأولى بقى بالنسبة للزوجة دي؟ الحالة الأولى لو هي الزوجة ما كانتش اتجوزت وبقت على العشرة ورجع المفقود، خلاص بيرجع لزوجته تاني بنفس عقد الجواز القديم. بنفس عقد الزواج الإيه؟ القديم. طيب الحالة التانية إن الزوجة اتجوزت بس اتجوزت في فترة العدة. يقول لك لا، يبقى الجواز اللي فترة العدة ده باطل وترجع برضه للمفقود. الحالة التالتة، طب اتجوزت بس مش فترة العدة، بس زوجها الجديد بعد الجواز الجديد ما دخلش بيه، برضه ترجع للمفقود وعقد الجواز التاني بيتفسخ بقوة القانون. طيب اتجوزت ودخل بيها بس جوزها اللي بقى الجديد كان سيء النية، خلاص نبطل عقد الجواز التاني لسوء النية، لأن ما بني على باطل كان باطل، وترجع تاني للمفقود. طب اتجوزت بس كان حسن النية، دي الحالة الأخيرة، لا تفضل مع المفقود. نعلم بقى المحاضرة دي في الكتاب، نعلم المحاضرة دي في الكتاب، نفتح الكتاب. عند صفحة 65 نلغيها، مش عايزينها، اللي في نظرية الحق 65 نلغيها، و66 نلغيها مش عايزينها، ناخد 67 كلها، ناخد 67 كلها. 68 ناخد أول ثلاث سطور إلى خمس كلمات، في 68 تحت أنواع الحقوق ناخد خمس سطور إلى ثلاث كلمات إلا خمس كلمات. طب ونسيب بقية الفقرة الأولى، تحت الحقوق السياسية ناخدها كلها، 69 ناخدها كلها، 70 نعلمها كلها، 71 ناخد فقط أول سطر وآخر سطر. في صفحة 71 المقرر بس أول سطر وآخر سطر. 72 ناخد أول سطرين وكلمة، ناخد أول سطرين وكلمة في أول فقرة، أول سطرين وكلمة في أول فقرة، ونلغي بقية الفقرة، وناخد الفقرة التانية كلها، ونلغي الفقرة الأخيرة في 72. نلغي أول سطرين في 73 وناخد بقية 73. في 74 عند الحق في حرمة المسكن ناخد سطرين وأربع كلمات. في الحق في الصورة ناخد أربع سطور ونص اللي هم في 74. نلغي 75. في 76 الحق في الحفاظ على السمعة والشرف والاعتبار ناخد أربع سطور. نلغي بقية 76 ونلغي 77 ونلغي 78 ونلغي 79 ونلغي 80. وفي 81 ناخد آخر فقرة بس في 81 ونكتب جنبها تعريف الحق في الخصوصية الرقمية. نلغي 82 ونلغي 83 ونلغي 84 ونلغي 85 ونلغي 86 ونلغي 87 ونلغي 88 و89 و90 و91 ونلغي 92 و93 و94 ونلغي 95. وعند 96 نلغي أول فقرة وناخد بقية 96. و97 ناخدها كلها، و98 ناخدها كلها، 99 ناخدها كلها. صفحة 100 نلغي أول فقرة وناخد بقية صفحة 100. 101 ناخدها كلها ما عدا آخر فقرة. 102 نلغي أول فقرتين، 102 نلغي أول فقرتين وناخد الفقرة، ناخد بقية الصفحة. 103 كلها. 104 ناخد أول فقرة والسطر الأولاني في الفقرة اللي بعدها. 105 ناخد آخر فقرة. 106 كلها. 107 كلها. 108 كلها. 109 كلها. 110 ناخدها كلها. 111 ناخدها كلها. وكده يبقى احنا نهينا محاضرة النهاردة. نتقابل في محاضرة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.